فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى بلوغ المرام حتى نكون يعني قد أخذنا حتى دروس الليلة إن شاء الله، وهنا راجعين بإذن الله نأخذ السيرة ونأخذ يعني جرح التعديل نرجئه، نأخذ السيرة بهذا فنكون ما ضيعنا الذي علينا يعني، ويكون المغني إن شاء الله بعد الرجوع. أخت حيضات وغير منتظمة من خمسة إلى ثمانية أيام، بعد أربعة أيام أو خمسة أيام ترى الطهر، فتستحب ثم تصلي فتجد الحيض بعدها، ماذا تفعل؟ الحيض حيض، لو رأى الطهر وهي تعرف الطهر ووجد دم الحيض فتحسبه حيضا، تحسبه حيضا. رضي الله عنكم جميعا. طيب، عن أبي قتادة بلوغ المرام، إلى بلوغ المرام. عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. والحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم. إن شاء الله يكون إما يكون ليلا ختام التحاوية أو غدا مع الإخوة بإذن الله تعالى. قال: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. حديث متفق عليه، واللفظ لمسلم، وهذا حديث على درجات الصحة. إيه درجات الصحة؟ أعلاها المتفق عليه، ما خرجه البخاري ومسلم، ومن فرض به البخاري ثم من فرض به مسلم، ثم كان على شرطهما، ثم كان على شرط البخاري، ثم كان على شرط مسلم، ثم كان في السنن. فهذا حديث من أعلى درجات الصحة متفق عليه، واللفظ لمسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. طبعا اصلا المراه نفس الامر، لان النساء شقائق الرجال في الاحكام، فلا تمس المراه فرجها بيمينها. لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الاناء، ولا يتنفس في الاناء. هنا في قولي لا يتمس، لا يمسن، او لا يمسن الا نهي، وهو لا يمسن مبني على الفتح من اجل انه الفاعل مبني على الفتح من اجل انه محل في محل جزم لاتصاله بنون التوكيد. والتمسح هنا تكلف في الاستنجاء. نعم. والحديث فيه النهي عن مس الذكر باليمين، وايضا المراه مس الفرج باليمين، ونهى ايضا يعني النهي عن الاستجمار باليمين، ونهى عن الاستنجاء باليمين لشرف اليمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في كل شيء، ترجله وتنعله والتسوك، لكن كان يجعل الشمال لقضاء حاجته. قال: ولا تنفس في الإناء، في النهي أيضا عن التنفس في الإناء، لأنه قد يكون فيه القذى، قد يكون فيه القذر، قد يستقبحه الإنسان فلا يشرب من الإناء فيعكره على غيره. هنا عندنا نهي، النهي الأول: لا يمس أحدكم ذكره بيمينه، لا يتمسح من الخلاء بيمينه، لا يتنفس الإناء. النهي هنا جاءنا في ثلاث مواضع، هذه المواضع الثلاثة اختلف العلماء في النهي فيها، ما الحكم في هذا الباب؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هذه بشارة كبيرة جدا للشيخ، أرسلها له يا باشمهندس ماجد. الله الله يتقبله في الصالحين يا رب. امين امين. اذا عندنا النهي في ثلاث مواضع. الموضع الاول: لا يمسن احدكم ذكره بيمينه، لا يتمسح بيمينه. والثالثه: لا يتنفس في الاناء. هذا اختلف فيه العلماء على قولين. القول الاول قول جميل اهل العلم، قول: لا يتمسح بيمينه، لا يتنفس في الاناء، لا يمس ذكره بيمينه، هذه كلها من الهيئات من الآداب، وديننا دين الأدب، فهذا النهي نهي إرشاد. اللي صفية ليل نهار تقول هذا إرشاد هذا إرشاد أو هذا إرشاد، هذا النهي إرشاد يا صفية.
هذا نهي إرشاد، لا لا تعبد فيه، لأن مسألة لا يمس ذكره بيمينه هذا نهي إرشاد من الأدب من الكرامة، ولا تمسح بيمينه أيضا نهي إرشاد. فلذلك قال العلماء جمهور الأئمة الأربعة قالوا مس الذكر باليمين أو فرج المرأة باليمين على الكراهة، وأيضا الاستنجاء والاستجمار باليمين على الكراهة، وأيضا التنفس في الإناء على الكراهة لأنه لا ينجسه، فهو على الإرشاد وليس على التعبد فيكون على الكراهة. فاختلف العلماء في ذلك على القولين. القول الثاني الظاهرية قالوا بوجوب أو قالوا بحرمة مس الذكر باليمين وحرمة مس التمسح باليمين استنجاء باليمين وحرمة التنفس في الإناء لأنها نهي والأصل في النهي التحريم، لكن علماؤنا يقولون النهي إن كان للآداب فهو للإرشاد ويكون صارفا من الاستحباب إلى من الوجوب إلى الاستحباب ومن التحريم إلى الكراهة. الفوائد المستنبطة من الحديث: ديننا دين الأدب، مراعاة الغير من الإيمان من علامات الإيمان. بالنسبة لنهي الإرشاد والنهي الحقيقي، نهي الإرشاد بيكون لأمور ليس فيها تعبد، أمور دنيوية كمحاسن الأخلاق كالمكارم كالهيئات، هذا نهي يكون فيه نهي الإرشاد. لكن الشيء الذي فيه تعبد صواب عقاب بيكون نهي فيه للتحريم، نعم نهي الحقيقي. فديننا دين الأدب. والفائدة الثانية قلنا من علامات الإيمان كف الأذى عن الغير، قال ولا يتنفسن في الإناء حتى لا يستغذره. نعم. دلالة الاقتران تقوى بالسياق، فدلالة الاقتران هنا على الاستحباب، المتعاطفات الثلاثة على الاستحباب، المتعاطفات الثلاثة على الاستحباب. هذه الفائدة الثالثة. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.